من ضمن الموضوعات اللي احنا تحدثنا فيها على أهمية ان احنا نسعى من اجل عدم الاجتياح البري للقطاع، وده امر في منتهى الأهمية انا بسجله هنا، لان الاجتياح البري قد ينتج عنه يعني يعني ضحايا كثيرين جدا جدا من المدنيين. ويكفي ان حتى الان احنا بنتكلم ما يقرب من 6000 من المدنيين سقطوا حتى الان، نصفهم تقريبا من الاطفال.